اعتدال أخطروا، لأنهم على الطريق أصبروا، هم يربحون جولة فجولة وبعد ذاك يبلعون الدولة. عبد الرحمن العشماوي، طبعا كنا نحن في جامعة الإمام ورحنا إلى الحج، كانت الجامعة تقيم مخيما للحج، ومعنا عدد من المشايخ الحضور أصابهم ما أصابنا جميعا، وتوقفنا في إحدى المناطق وتناولنا الكبسة التي كبست البطون والعقول، وأصبنا جميعا بمغص، والمغص أعزكم الله تحول إلى إسهال حاد، وكان الأتوبيس لا يتحرك حركة إلا ويتوقف، وينطلق أهل العمائم واللحى فيزرعون الألغام في الطرقات. كان معنا الشاعر عبد الرحمن العشماوي، وش طبعا الشيخ عبد الرحمن رجل شاعر على البديهة، قلت له يعني هذا الحدث يحتاج أن يؤرخ. معنا مشايخ كبار من هيئة كبار العلماء جزاهم الله خيرا، فقال عبد الرحمن العشماوي، قال: نادى المنادي صائحا أين الخلا، فتململ الركب الجريح من البلا، ثارت بطون رفاقنا وتخاجلوا أن يشتكوا ولمثلهم أن يخجلا، لكن وقد طفح الإناء وأوشكت عربات داخلهم بأن تتحولا، يا سائق الأتوبيس إن رفاقنا يرجون منك الآن أن تتمهلا، فالرعد يقصف في البطون، فالرعد يقصف في البطون، وخوفنا أن يرسل الرعد المزمجر وابلا، صرخوا بصوت واحد: قفها هنا إنا تحملنا بلاء مثقلا. يتوقف الأتوبيس ثم تراهم يتقاذفون بلا هوادة للخلا، لو أنهم يبقون في أتوبيسهم لرأيت يا للهول أمرا هائلا، كلماتهم مخنوقة، آهاتهم مسموعة، يتململون تململا، يبقى كئيب الوجه في كرسيه، فإذا توجه للخلاء تهللا.